بإغلاق سوق الانتقالات الصيفية برزت هذه الصفقات لتكون الأعلى. الفرنسي كيليان مبابي المنتقل رسميا بعد الإعارة من موناكو إلى باريس سان جيرمان ب 135 مليون يورو، الأعلى في الميركاتو. البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس ب 117 مليون يورو في المركز الثاني. أما المركز الثالث فكان لحارس مرمى تشيلسي الجديد كيبا المنتقل من أتلتيك بلباو ب 80 مليون يورو. وفي الليغا وصل ليمار من موناكو إلى أتلتيكو مدريد ب 70 مليون يورو، جعلته في المركز الرابع. فيما أصبح الجزائري رياض محرز في المركز الخامس بانتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي ب 68 مليون يورو. حارس ليفربول البرازيلي أليسون في المركز السادس ب 63 مليون بعد انتقاله من روما. وإلى ليفربول أيضا انتقل نابي كايتا ب 60 مليون يورو ليصبح بالمركز السابع. عند مانشستر يونايتد حل البرازيلي فريد في المركز الثامن بعد انتقاله ب 59 مليون يورو من شختار دونيتسك. البرازيلي الآخر جورجينيو انتقل من نابولي إلى تشيلسي مقابل 57 مليون يورو ليأتي بالمركز التاسع. وليحل البرازيلي الآخر فابينيو في المركز العاشر بعد انتقاله من موناكو إلى ليفربول ب 45 مليون يورو.